السلام عليكم، معكم مصطفى من قناه مستر روم تك. ان شاء الله في حلقتنا النهارده هنتكلم فيها عن موقع ممتاز جدا. الموقع ده تقدر انك تستفيد منه عن طريق اكتر من حاجه. الموقع ده بالظبط هيفتح علينا المجال لكميه استراتيجيات جايه بشكل مش طبيعي. يعني هنرجع للشغل قديم شويه ونرجع نتكلم عن استراتيجيات معينه، فالموقع ده هو اللي هيفتح لنا المجال ده، ولكن مش هنبقى زي الاول قوي. يعني الفكره ان احنا هنشرح شويه حاجات على الموقع ده بعد كده هتستفيدوا منها جدا، والحاجه دي انت هتفيدك انت جدا، وهنتكلم عنها شويه النهارده ولكن مش هنطبقها. ولكن هنتكلم شويه النهارده عن الموقع ده. الموقع ده هو عباره عن تبادل زيارات، تمام؟ الموقع ده بيخليك تعمل تبادل زيارات لكل حاجه في الدنيا ما عدا اختصار رابط. يعني مش تقدر تعمل تبادل زيارات لاختصار رابط، رفع ملفات، الحاجات دي لا مش كده. الموقع ده بيقدر يتعامل معاك على انك تقدر نعمل تبادل لمواقع عاديه جدا. طب ثانيه، طب انا استفيد ايه من الحوار ده؟ هتستفيد كتير جدا جدا. الموقع ده يقدر يخليك تكسب من الاعلانات لاي موقع. يعني ايه؟ بدات انتوا تفتكروا، الناس اللي في البدايات عندي بدات تفتكر ان احنا كنا بنرسل زوار من اليكسا، مش عارف ايه، فاكرين انتوا الحوار ده؟ اليكسا سيرفنج، مش فاكرين؟ تمام. المهم يعني انك تقدر ترسل زوار بشكل مهول جدا على الموقع ده بكل سهوله وببساطه جدا. انك كل حوار انك بتضغط على كلمه بدء التصفح بيبدا هو يجيب لك نقط ويجيب لك دقائق عشان تقدر انك تحط الموقع بتاعك. بتحط الموقع بتاعك وبتضغط على كلمه بدء التصفح بيبدا انت تجيب دقائق وبيبدا الموقع بتاعك يظهر للناس. وطول ما انت بتجيب دقائق اكتر، طول ما الموقع بتاعك بيظهر اكتر، وطول ما الموقع بتاعك بيظهر في الاول اكتر، تمام؟ وطول ما انت نشيط في الموقع ده، طول ما الموقع بتاعك بيظهر في الاول. طيب زي ما قلنا هنستفيد الموقع ده ازاي؟ هتقدر انك تستفيد منه عن طريق الاعلانات. انت ممكن تحط في الموقع بتاعك اعلانات، ولكن مش ادسنس، تمام؟ احنا قلنا قبل كده مش ادسنس، ما تحطش اعلانات جوجل ادسنس، حط اعلانات اي شركه تانية. يعني اي واحد عنده اي اعلانات لاي شركه تانية ممكن يستفيد من الموقع ده بشكل جامد جدا. ولو انت عندك ادسنس، انت ممكن انك تقلل ترتيبك في اليكسا، ولكن مش هتحصل على ارباح. يعني ممكن تقلل ترتيبك في اليكسا لكن مش تحصل على ارباح. ولو حبيت تستخدم الموقع ده، حاول تشيل اعلانات ادسنس، لان اعلانات ادسنس صدقني لو حد ضغط لك عليها بشكل مكرر هتبقى مشكله كبيره جدا. فانت ما تستخدمش الموقع ده مع اعلانات ادسنس، دي نصيحه مني. ولسه كتير 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 جدا من الطرق اللي ممكن نكسب منها الموقع ده، ولكن دي مش حلقه النهارده، ولكن ده مش اللي احنا جايين نتكلم فيه. الموقع فيه حاجات عايزين نقولها وعايزين نتكلم فيها، وعايزين نبدا كده نقول بسم الله ونشوف الموقع ده بيتكلم عن ايه. اول حاجه، اول ما تخش على الموقع ده انت لازم هتلاقي رابطين مختصرين لازم تعديهم، لازم انك يعني تسكيب الاثنين دول. ده ليه؟ عشان تبدا وتفتح لك قائمه التصفح، يعني انت تبدا تعمل تصفح. كل يوم صاحب الموقع بينزل لك 10 روابط مختصره او اكتر من 10 روابط مختصره، انك لازم تعديهم. لو عديتهم بتتحسب كعضو نشيط، واللي بيفرق عضو نشيط عن عضو نشيط، يعني لو انتوا الاثنين عديتوا 10 روابط، فصاحب الموقع ده بينزل في نص اليوم كده شويه روابط مختصره كمان لو انت عديتهم، فانت هتبقى انت عضو نشيط، وساعتها بتحصل على شويه جوائز، بتوصل لعضويات مدفوعه في الموقع، بتوصل لحاجات جامده جدا. فانت لو انت عضو نشيط، حاجه دي حاجات هتفيدك جدا، وبتحصل طبعا على دقائق وعلى نقط وعلى حاجات كتير او كوينات. يعني الموقع ده بالمناسبه التعامل فيه بالكوينات. يعني ايه كوينات؟ يعني انت لو حصلت على واحد كوين بيساوي 3 دقائق او 5 دقائق في ايام وايام، تمام؟ والثلاث دقائق والخمس دقائق دول زي ما اتكلمنا قبل كده على كلمه بدء التصفح، بتقدر انك تحط الموقع بتاعك وتقدر ترسل له زوار طول الوقت. يعني الموضوع بسيط جدا، يعني حتى انت تقدر انك ترسل زوار للموقع بتاعك بدون اي حاجه، بدون حتى ما يكون معاك نقط. انت كل اللي عليك انك تضغط على كلمه بدء التصفح يبدا يجيب لك نقط، والموقع بتاعك يبدا يظهر للناس. وكمان يا جدعان الموقع ده زيارته عشوائيه، يعني مثلا ممكن يقول لك هرسل لك زوار 1000 زائر من 10 ثواني ل 100 ثانيه، او من 10 ثواني ل 30 ثانيه، بحيث ان الشركه الاعلانيه اللي جوه ما تاخدش بالها ان ده زائر عشوائي، او ما تاخدش بالها ان ده زائر مكرر. يعني مثلا لو كل زائر، لو 1000 زائر دخلوا على الموقع قعدوا 30 ثانيه بالظبط وخرجوا، فساعتها هيكتشفوا طبعا ويعرفوا ان انت بتتحايل بشكل ما. لا، وكمان لو جمعت 1000 كوين تقدر انك تسحب الموقع ده 1 دولار. 1000 كوين بيساوي 1 دولار، ولكن يعني مش برجح انك تستفيد من الصفقه دي، لان ما اعتقدش ان انت هتضحي ب 3000 دقيقه او 5000 دقيقه بمقابل 1 دولار. يعني وزي ما قلنا برده ان الموقع ده عامل بالدقائق وبالكوينات. يعني ايه؟ يعني انت مثلا لو انا حطيت الموقع بتاعي عندك في الحاجات اللي عايز ارسل لها زوار، فانت دخلت وضغطت على كلمه بدء التصفح، الموقع بتاعنا حطه مثلا انك تشوفه 100 ثانيه، دخلت تشوفه 100 ثانيه، فانت هتاخد 75% من ال 100 ثانيه دي كدقائق ليك، هتاخد دقيقه و15 ثانيه ليك انت كدقائق، تمام؟ هتاخد 75%. لو انت عضويه مدفوعه بتوصل لحد 200%، يعني انا هديك 100 ثانيه انت هتاخد 200 ثانيه على اللي انت بتتفرج عليه، فده حاجه ممتازه جدا من العضويات المدفوعه، وهنتكلم كمان شويه عن العضويات المدفوعه. لا، وكمان في مسابقات ماليه كبيره جدا بتتعمل شهريا في الموقع ده على انشط الاعضاء. يعني انت لو عضو نشيط، غير بقى اللي احنا لسه قايلينه، لا لو انت عضو نشيط في مسابقات ماليه، يعني حاجات كمان بتاخد جوائز ماليه كبيره في الموقع ده لو انت عضو نشيط.
شهريا مش يوميا شهريا. اما اليوميا هو انك تبقى عضو نشيط يومي بتاخد جوائز بسيطه حاجه زي ما قلت لك شويه نقط زياده شويه حاجات كده زياده فده حاجه كويسه جدا صاحب الموقع هو اللي بيحددها يعني. في الموقع ده برده في حاجه جميله جدا يا جدعان هوريها لك كمان شويه لما نيجي نخش على الموقع من على اللابتوب هي انه بيقدر يخفي مصدر الزياره يعني مصدر الزيارات بتاعتك ما بتبقاش مباشر يعني ما بتبقاش حاجه من الموقع لا بتبقى مباشره بتبقى من حاجه مباشره مش من الموقع نفسه تمام فمحدش بيبقى عارف مصدر الزياره دي ايه بيبقى حاجه دايركت محدش بيبقى عارف ان هي من الموقع تمام بتبقى حاجه مخفيه انت لو تخفيها وممكن تظهرها ولكن احسن انك تخفيها عشان محدش يبقى عارف حاجه تمام فده حاجه جميله جدا برده الموقع بيقدمها لك مجانا مش مدفوعه معظم المواقع الثانيه انك تخفي مصدر الزياره دي مدفوعه مليون في المية مدفوعه تمام لكن هنا في الموقع ده مجانا وكمان انت ممكن تحدد الزيارات منين للنسخه المجانيه من الموقع هي انك ممكن تحدد مصر او امريكا ولكن للنسخه المدفوعه بتقدر تحدد اكتر من دوله وبرده زي ما قلنا ان الزيارات بتبقى دايركت دي حاجه هتفيدك جدا لو انت عايز تكسب الاعلانات زي ميلو ادز زي اكتر من حاجه اي ادز في كذا شركه كتير جدا بتقدر تكسب منهم فلوس كويسه جدا عن طريق ان هم يشوفوا الاعلان بس مش عن طريق اي حاجه ثانيه تمام فده بيقبلوا الترافيك بيقبلوا ان انت تحصل على اموال كويسه جدا من الشركات دي وهنتكلم عليهم بعد كده في حلقه ثانيه باذن الله بس كده يا جدعان تعال نروح بقى لللابتوب ونشوف الدنيا عامله ايه في الموقع ده ونشوف ازاي هنحط موقعنا ونشوف الباقي بقيه القوائم في الموقع عامله ازاي ونشوف ازاي هنستفيد من الموقع ده موقع ميكس فيزيت زي ما انتم شايفين عشان تنشئ حساب جديد هتروح على كلمه البريد الالكتروني تحط البريد الالكتروني بتاعك ورقم السري وتعيد رقم السري وبعد كده تعمل انشاء هتروح للجيميل او البريد بتاعك عشان تعمل تفعيل وبس الموضوع بسيط جدا عايزين بقى نروح ان احنا نسجل لكن دي بيقول لك هنا البريد الالكتروني مسموح يعني ما تقدرش تستخدم اكتر من الحاجات دي يعني جيميل هوت ميل اوتلوك ياهو ميل مش عارف ايه الحاجات دي بس اللي تقدر تستخدمها تمام نرجع بقى باك عشان نقدر ان احنا نعمل ساين ان هنقول تسجيل دخول في الموقع زي ما انت شايف كده وفتح لك الموقع بيقول لك رصيدك في الوقت هو 9 دقايق و6 ثواني زي ما انت شايفين هنا الصفر ده هي الساعات وال9 هي الدقايق وال6 هي الثواني تمام الروابط الخاصه بيا انا حاططها هي 1 والكوينات اللي معايا هي 1 تمام هنخش على اول ما انت تفتح الموقع ده حضرتك هتبقى تلاقي كلمه بدء التصفح دي مقفوله فهتلاقيها مفتوحه هنا على كلمه الروابط المختصره تضغط عليها بعد كده تقول له هنا يعني هتلاقي هنا تصفح هتضغط على بدء التصفح مثلا هتلاقي هنا تصفح من هنا هتضغط عليها ضغطه جميل هيفتح لك هنا رابط مختصر هتعدي الرابط المختصر زي ما انت شايف ركز معايا جدا 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 عشان احنا قلنا في الاول ان انت بتلاقي 10 رابط مختصره يوميا لازم انت تعديهم وهتاخد منهم 60 دقيقه او اقل شويه يعني لو الدقيقه لو الكوين ب 3 دقائق يعني انت ممكن تحظك يعني المهم انك بتاخد من كل رابط مختصر هتاخد 1 كوين تمام هتضغط على كلير هير تو كونتينيو زي اي موقع اختصار رابط عادي تمام هنعدي الموضوع زي ما انتم شايفين بعد ما عدينا الاختصار هتلاقي هنا مقاله هتعمل ايه في المقاله دي هتاخد اول كلمه منها بس تمام زي ما انت شايف هتروح هنا وضع كود الزياره هو اول كلمه من اي مقاله يعني انت لما تفتح اختصار رابط اول كلمه من اي مقاله هي الكود بتاع الزياره هتضغط على اضغط هنا لتفعيل الزياره اضغط هنا تمام زي ما انت شايف تم احتساب الزياره اضغط على التالي هتلاقي واحده كمان هتعديها وبعد كده هتلاقي بيقول لك مبروك ان بدء التصفح بدات عندك جميل هنضغط على كلمه بدء التصفح زي ما انت شايف كده هيبدا يفتح لك هنا رابط زي ما انت شايف ان ماي اي جي بجلت قدره اللي شوف ترتيبه على العالم عامل كام 2668 على العالم بيعمل زي ما انت شايف بيعمل اعلانات او بيقدر انه يحصل على زيارات عن طريق الموقع ده فلك انت تخيل الموقع ده واصل لحد فين ماي اي جي ذات نفسه بيعمل عنده اعلانات تمام هقولك بقى على حاجه قبل ما نتكلم هنا زي ما انت شايف هنا بيقولك ان في دقيقتين و11 ثانيه بناخد منهم احنا كام بناخد منهم 75% زي ما انا قلت لك 75% من الدقيقتين و11 ثانيه دول جميل زي ما انت شايف بيقولك هنا التصفح غير فعال لان خرجت من الزياره او خرجت من الموقع لازم تسيب الموقع يفضل شغال ويفضل يعد في زيارات مع نفسه فكنا احنا من حته التصفح خلينا نكمل بقيه الموقع زي ما انت شايف هنا اضافه موقع عشان تحط موقع عندك هنا هتضغط على كلمه اضافه موقع هتحط هنا الموقع اللي انت عايزه هتحط هنا اقل مده في شكل الثواني وبعد كده تحط هنا اكبر مده مثلا زي ما انت شايف بيقول لك المده الاعلى حاجه هي 30 ثانيه يعني انت تحط هنا مثلا 15 لحد 30 جميل هنا مثلا الرابط هحط رابط مستر بونتك وليكن تمام عدد زيارات انا عايز مثلا 10000 زياره ممكن تحدد هنا الدول يا اما مصر يا اما امريكا او تحدد الاثنين مع بعض وبالتالي تكون حددت يعني جميع الدول فانا مثلا هحدد مصر اظهار مصدر الزياره عايز تظهر مصدر الزياره ولا تخفيها فانت ممكن تظهرها او تخفيها براحتك وزي ما قلنا الحاجه دي مدفوعه في معظم المواقع لكن هنا مجانيه هنقول له اخفي مصدر الزياره هنقول له حفظ الرابط تمام
هذا الرابط مسجل بالفعل لان بالفعل انا حاطط الرابط بتاعي، لكن ما قالكش انت ما عندكش نقط، ما قالكش انت ما عندكش كذا، ما قالكش اي حاجه، هو كل قاله لك بس ان الرابط بتاعك محطوط قبل كده، يعني لو شلته هنقدر ان احنا نحط الرابط. جميل. فانت ازاي بقى الرابط بتاعك يبدا يشتغل ويبدا يحصل على حاجات؟ عن طريق انك هتخش على كلمه بدء التصفح زي ما قلنا، وهتبدا تحصل على دقائق، ويبدا الرابط بتاعك يظهر للناس ويحصل لو كمان على زيارات. هي دي فكره الموقع بكل بساطه يا جدعان. طرق الشغل على الموقع ده هنشرحها بعد كده باذن الله في ايام جايه، وزي ما قلنا في حاجات كتير قوي 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 في الموقع ده ممكن انت تكتشفها مع نفسك، زي ما قلنا مثلا على الفيسبوك، لو انت دخلت على الفيسبوك صفحه الفيسبوك بتاعه الموقع ده هتلاقي فيه كميه حاجات هما نشرينها، وهتلاقي حاجات اللي هو حاجات مميزات في الموقع ده انا ممكن اكون ما قلتهاش، ولكن فعلا في حاجات كتير قوي في الموقع ده هتكتشفها بعد كده. فالموقع ده ما تفرطوش فيه، سجلوا فيه، ابداوا فيه، حتى لو مش هتستخدمه دلوقتي او مش هيفيدك دلوقتي، لا ابدا فيه، ابدا بص عليه كده، صدقني كده كده في يوم هتلاقي الموقع ده مفيد جدا بالنسبه لك، وهتلاقيه انك تقدر انك تستخدمه وتحصل على زيارات من الموقع ده. بدل ما تشتري زيارات او تعمل اي حاجه، فالموقع ده بيعمل تبادل من غير ما انت تعمل اي حاجه، انت بس بتضغط على كلمه بدء التصفح بس الموقع بيبدا يحصل على زيارات مع نفسه. تمام. مستغرب جدا من حته الماي ايجي، والله بنفسه هو اللي بيعمل زيارات. جميل والله الحوار ده. فمعنى كده يا جدعان الموقع ده شغال زي الفل. ملحوظه، الموقع ده ما تحاولش تستخدم معاه في بي ان او بروكسي او اي حاجه من الحاجات دي، لان بيكتشفوه وهيبداوا يقفلوا حسابك بالكامل بكل الدقائق بكل حاجه معاك، فبلاش تخاطر بحسابك بحاجات تافهه زي كده يعني. وبس كده يا جدعان، اعتقد كده انا اتكلمت في كل حاجه في الموقع ده، ما عدا عن الريفرال. في الموقع ده يا جدعان 10% تقريبا، خلينا نخش على الريفرال. 10% تمام، يعني 10% من النقط، من الكوينات، من الدقائق، من الحاجات دي كلها بتاخد 10% من الناس اللي بتسجل تحتك. ونسيت اول حاجه مهمه جدا، هي شراء الرصيد. انت يا جدعان ممكن تشتروا رصيد في الموقع ده، زي ما انت شايف بالدولار الواحد ممكن تشتري 16 ساعه. انت متخيل دولار واحد تشتري 16 ساعه؟ ب 6 دولار تشتري 83 ساعه، ب 9 دولار تشتري 166 ساعه. ده رقم كويس جدا زي ما انت شايف، يعني الموضوع سهل جدا يا جدعان، بدون ما تضيع وقتك بقى في انك تقعد تعمل، لو ما عندكش وقت يعني انك تعمل تصفح، تقدر تحصل على زيارات وعلى دقائق من الشراء. 1 دولار بس 16 ساعه، ده كويس جدا. وترسل لنفسك زوار عن طريق الموقع ده وتحصل على الدولار ده مضاعف بقى عن طريق الاعلانات اللي هنتكلم عليها بعد كده ان شاء الله في الاي فريم، وحاجات كتير كده هنتكلم عليها بعد كده باذن الله في حلقات تانية. وبس كده انا اتكلمت في كل حاجه على علاقه بالموقع ده. شكرا جدا ليك على المشاهده، خلينا نروح بقى لنهايه الفيديو. بس كده شكرا جدا ليك على المشاهده، واتمنى تكون انت فعلا كملت الفيديو للاخر. الموقع ده يا جدعان عباره عن زي ما قلت لك حاجه انها تقدر تكسبك فلوس بعد كده، يعني مش دلوقتي، ولكن الحاجه دي تقدر تقلل تدوير في اليكسا، تقدر تعمل لك حاجات كتيره جدا. فالموقع ده من المواقع اللي ممكن تستفيد منها جدا في الفتره اللي جايه، ولكن ان شاء الله لو عايزين تكسبوا منها فلوس فكل عليك انك تعمل لايك للفيديو تشجيعا بقى ليا، ان انا اقدر ادور لك على مواقع واعمل لك استراتيجيه حلوه قوي تستفيد منها الموقع ده. و بس يعني اعمل لايك للفيديو، اعمل لايك للفيديو، وصل الفيديو ده ل 400 لايك. لو وصلنا الفيديو ده 400 لايك باذن الله باذن الله باذن الله هنزل لك استراتيجيه حلوه جدا للربح من الموقع ده. تمام. وما تنسوش انك تستخدموا الاي فريم. اللي ما يعرفش يعني ايه اي فريم ممكن تبحث في اليوتيوب عن الاي فريم وهتفهم كل حاجه. بس كده شكرا جدا ليك على المشاهده، ما تنساش لايك الفيديو عشان انزل لك استراتيجيه حلوه للموقع ده. بس كده شكرا جدا ليك على المشاهده، واشوفك ان شاء الله في الفيديو. ليه.